ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا طالعة اكلمكم على شيء يخصني. بقالي كده فترة، هو موضوع التنمر، والتنمر مش هتكلم عليه اجتماعيا، بس انا الخلاصة ان انا هطلع رسالة في الموضوع ده. التنمر عليا انا بقيت الاقيه ازاي؟ انا يعني بقعد فترة ما اقراش التعليقات، وممكن في يوم كده امسك التعليقات بتاعت كل القناة اقعد اقراها، اللي بعرف ارد واللي ممكن اعمل لايك اللي هو يعني كده. يعني في عندي الانستجرام، انا في كان واحد كبير كده فاللي هو عملته للقناة، وواحد صغير عملته كده اللي هو على قد، يعني اللي هو بقى ايه اللي ممكن اللي على الموبايل المهم يعني. فلقيت ان الانستجرام الخاص بتاعي كمان بتسأل عليه نفس الاسئلة اللي ليها علاقة برضو كنوعا ما من التنمر شوية. فاللي هو ايه ده، ايه ده بجد بقى؟ انا بقى انا اخر ما خلاص انت قلت لا انا هطلع ارد، عشان انا ما تسالش الحاجات دي تاني، لان انا لقيت التعليقات فيها كم كبير من المواضوع ده. اول حاجه، انت تخينه، انت تخنتي، انت الحقي نفسك لحسن، انت مش عارفه ايه، ايه ده، ده انت مش، ما هو اكيد لازم اتخن مش من الاكل. انا على فكره، على فكره انا بعمل اكل حلو قوي قوي، واعمل اكل بتاع يعني شيفات، يعني شيف ممكن يعمله، فاللي هو بس ما اكلش يعني. انا ممكن اعمل اكل وما بعمل الاكل ببقى خلاص نفسي سادت فما اكلش، فده طبيعتي، فده مش من الاكل، انا مش كيفه اكل يعني. بس في حاجه بتخلي ان الناس تتخن، واكيد اللي متابعني اللي عندهم اولاد اللي هم طبيعه جسمهم زيي، لان في ناس محظوظه ما بتتاثرش يعني، ف ما شاء الله عليهم. فانا بتاثر، انا حاليا ولدت وبرضع طبيعي، وفي علاج بيتاخد، وفي برشام بيتاخد، وفي برشام بيتاخد عشان يظبط الرضاعة الطبيعية. فالحاجات دي كلها بتتخن وبتنفخ، مش بتتخن بتنفخ، يعني انا منفوخة مش تقل، يعني التخن مش تقل لا. وبعدين بقيت يعني جسمي اتظبط، بس في انتفاخ شويه، فده طبيعي لحد ما نبدا بقى اللي هو نفطم ونبطل الحاجات اللي احنا بناخدها دي، طبيعة اي حد كده. وفي ناس بقى بيبقى ربنا كريمها ما بتتخنش، بتفضل زي ما هي، اما بتخس يعني. فلا انا بقى بتخن، فكل واحد وليه طبيعة جسمه. فانا وقت معين يعني، انتوا كنتوا متابعيني قبل كده، انا كنت حامل وكنت خلاص عندي العظم بتاع الحتة دي كان هيطلع من الجلد بتاعي، فده مش تخن خالص، ده وقت كده وهيروح. فيا ريت نبطل حتة انت تخينة. في ناس بتقولها خوف عليا، دول كتر خيرهم لكن في ناس والله بتقولها بتنمر، واللي هو ايه ده، ايه ايه يا جماعة، يا رب تتخنوا يا رب اللي انتوا بتقولوا عليا كده. فاللي هو ده حاجة. الحاجة التانية بقى اللي بجد صدمتني، انا لقيت فيه يعني، هما بصراحة اتنين اللي قالوا لي كده على الانستجرام بتاعي، بس انا لقيت ان التعليقات فيها الموضوع ده بشكل افورة يعني. فاللي هو ايه يا جماعة، ايه اللي هو موضوع انتي انفصلتي عن جوزك ليه؟ 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 اللي هو انا اصلا ما انفصلتش، انا اصلا والله موجود والله ولا حصل اي حاجه يعني، هو عشان ما اطلعش لابسه الدبله. فانا ما بطلعش لابسه الدبله عشان انا قلت قبل كده عندي نونو، وانا من النوع الانفه شويه، فلما باجي مثلا اغير او ان انا يعني اغير للبيبي او الحاجات دي، فما بحبش ابقى لابسه اي حاجه عشان اعرف اغسل ايدي كويس، لان انا على طول ايدي يعني، ومعروف ان برج الميزان على فكره انفين يعني، فاللي هو مش لابسه عشان كده، مش لابساها عشان كده يعني. وبتوع مني برضو يعني، على فكره انا ايدي ما تخنتش برضو، فاللي هو زي ما هي برضو، فاللي هو ايه، اللي هو ايه يعني، فعشان مش لابسه الدبله يبقى انا انفصلت، ولا مين اللي قال ان انا انفصلت دي؟ انا مش فاهمه مين اللي قال بصراحه. فانا ما انفصلتش ولا اي حاجه خالص، هو موجود وما بيننا حاجات حلوه والله، وجايب لي هديات كتيره في عيد ميلادي، وجاب لي هديه في عيد الحب، ويعني بنخرج وبنيجي وبنعمل، فاللي هو ما فيش اي حاجه ماشي. ده حاجة. الحاجة بقى اللي غريبة جدا والله، والله ما اعرف يعني ايه بوتكس، غير ان هو حاجة بتبقى للشفايف او يعني حاجة للوش يعني. فانا مش عارفة مين اللي قال ان انا عاملة بوتكس. بيسألوني على العيادة اللي انا عملت فيها بوتكس وعملت فيها مش عارفة ايه، ما عملتش، انا ما عملتش عشان ان انا عملت، انا ما عملتش اي حاجة، انا عندي مخلوقه، في عندي عظمتين هنا لما بتخن فممكن يقفل على عيني، طبيعي العظمه دي، ودي لو حاجه حلوه انا شايفاها حاجه وحشه عشان بتقفل على التليفون لو انا بكلم اي حد، من اللي هو يعني مش شيء لطيف. فانا والله ما اعرف، وعمري ما هعمل ده يعني، كنت اول اروح اعمل حاجات تانية يعني، ان انا لو انا هعمل بوتوكس كنت اعمل حاجه تانية يعني، كانت على الاقل ممكن اصلح سناني. فاللي هو
موضوع بقى والله بجد انا جايبه لكم كله، انا جايبه لكم كله، لان انا اتمليت يا جماعه، انا بقيت كل حاجه، بقيت انسانه فارغه خالص. يعني شعري كان بيقع، بس انا مش لابسه باروكه، انا بطلع منه، ممكن كنت عامله فيه معالجه، فلما بتحط عليه حاجات فبيبقى عامل في بعضه كده، فممكن يبقى صغير، لكن لما ما بحطش عليه حاجه فبيبقى عادي منفوش، فده مش باروكه خالص والله، يعني هو مش باروكه خالص، مش باروكه نهائي يعني. وانا مش قرعه، عشان انا لقيت الناس بتقول هو انت بقيتي قرعه؟ هو بقى يقع كتير جدا والله، ما كانش كده، ما كانش كده اول، بعد طول حملي وبعد الولاده بشهرين كده ما كانش كده، بس بقى هو يقع مره واحده. فبقيت بقى ان انا اعمل ايه؟ بقيت اعمل معالجه، وكلمت الدكتور بتاعي، وبقيت اخد فيتامينات انواع معينه او مختلفه، فالدنيا بقت عامله، فاللي هو ايه بقى ايه، انا مش عارفه، مش عارفه بجد. وبقى في شيء برضو تاني مهم جدا، ما انا اللي هو خلاص يعني خلاص، ها اللي هو السؤال بتاع انت مسلمة ولا مسيحية؟ هو بصوا موضوع اصلا الدين محدش يسأل فيه، بس انا اسمي مي محمد، والله حد سألني قال لي انت مسلمة ولا مسيحية؟ قلت له اسمي مي محمد، قال لي ايوه انا مسلمة ولا مسيحية؟ ايه اكتر من سيبنا من مي، ايه اكتر من محمد اللي جات لك في الاسم بتاعي وانا وايه؟ في حد كتر خيره قال له بتقول لك اسمها مي محمد، فاللي هو يعني فاللي هو ايه؟ وبعدين السؤال ده كتير بتسأله كتير. وبعدين القناه اسمها يعني مي اند عمرو، القناه لو انتم مش عارفين مثلا مي محمد مثلا من قناه او من الاولانيه، او كان على زمان السناب شات او الحاجات دي كلها، فالقناه دي اسمها مي اند عمرو، ها عمرو بن العاص بقى، وعمرو ها. فايه والله مسلم، ممكن عشان مثلا بشعري والكلام ده كله، ويعني يعني الحمد لله احنا ملتزمين بحاجات تانية، وربنا يهدينا لامورنا الكامله من ناحيه الدين، وطبعا ما فيش انسان كامل، فربنا يكمل لنا على خير، بس في نفس الوقت انا والله مسلم يعني، وتعبت برضو من السؤال ده كتير يعني، فاللي هو يعني ايه يعني، دي برضو حاجه شويه المفروض محدش يسالها، بس في نفس الوقت يعني اسمي مي محمد، وبرد بقول مي محمد ايه برضو. لا قولوا لي، اقول لكم الحاجه الاخيره، يعني الموضوع ان انا انت على طول الحسد الحسد الحسد، انت بتخافي من الحسد بشكل قوي ليه؟ بصوا بقى، انا مش عارفه الكلام ده ينفع يتقال ولا لا، بس عامه يعني اخدت من الحسد ده يا ما تعدوش ما تعدوش، لدرجه ان الكلمه ممكن تتقال اتصف في وقتها. ومن المعروف ان احنا بيبقى عندنا كده نجمنا خفيف، لو اي حاجه بنتاثر كده يعني بنيجي بالنظره، ده حاجة. غير ان حاجة تانية السحر ده، يمكن انا اكتر واحدة اعرف يعني ايه سحر، او يعني ايه حد ممكن يمر بسحر وممكن يتأذي ازاي بالسحر ده، والحمد لله انا بعرف ان انا يعني ايه اخرج من المواضيع دي شوية، ولكن فاللي هو انا فعلا بخاف من ده، او مش بخاف من ده بتجنبه، لان انا بعرف ان انا اطلع نفسي، بس بياخد وقت شويه، فاللي هو ما بحبش اني احط نفسي في موضع ممكن يكون يجلب لي حاجه مش لطيفه، او حسد او سحر او الكلام ده كله، لان هو بيبقى احساس مش حلو وبيأذي جدا ومتعب جدا. عشان كده انا دايما بتكلم على نقطه الحسد ونقطه السحر، ولو طولت ان انا انقذ ناس كتير هعمل ده. فدي بس الموضوع يعني، انا مش لو انت على طول بتخافي من الحسد، انا بتخافي من الحسد. ايه يعني فيها ايه؟ تلات ارباع الناس كده عادي يعني، فيها ايه يعني؟ عادي عادي، بنحب نحصن وبنحب نحذر وبنحب نخلي بالنا، والدنيا يعني امان شويه، اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي يا جماعه والله. بس ده حبة حاجات كده والله، فيها حاجات تانية كتير بلاقيها، بس بقى ايه لا خلاص يعني كفاية يعني، هم دول بقى اللي هم مستفزين شوية، فالأسئلة المستفزة شوية، فأنا قلت أما أطلع أدردش معاكم بيها، فما بلاش تنمر على الناس، عشان ما تلاقوش حد يتنمر عليكم وترجعوا تشتكوا من التنمر. كفاية كفاية، أنا مش تخينة، أنا شوية وهفشلكم، لما نيجي نخلص كده موضوع الفطام وناخد والعلاجات اللي احنا بناخدها دي خلاص نبطلها، هتلاقوني طبيعية جدا، أنا منفوخة والله، مش عارفة إيه يعني، وما أعرفش وما بعملش حاجات، أنا ماشية بالطب البديل. وعلى فكرة موضوع قناة الطب البديل، احنا بنحضر دلوقتي فيديوهات كتيرة، ومعانا أستاذ تغذية علاجية معانا، فاللي هو كل ده بيتسجل دلوقتي عشان هننزل بيهم كلهم مرة واحدة. فبرضه يعني قناة الطب البديل اعملوا عليها، اشتركوا فيها، لأن مرة واحدة هتلاقوا نازل عليها فيديوهات كتير جدا جدا يعني.
عامة بشكركم، ويعني خلي بالكم مني شوية يا جماعة والله من الأسئلة أو الحاجات اللي بتتقال لي في التعليقات دي، أنا لسه واخدة بالي والله. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بقى سلام.